اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. لا تقتصر دهشه سقطرى على الدهشه الطبيعيه باعتبارها متحف للطبيعه، تحوي النادر والمختلف منها، وتحوي نفائس طبيعيه تمثل خلاصه هذه الطبيعه الفاتنه، وما تحوي من اسرار وغموض، وما تحوي من مخلوقات. قد يصل العلم المعرفة طبيعتها وماهيتها وتركيبها وتشريحها، لكن تظل حكمتها سر من أسرار الوجود. سقطرى هي دهشة متكاملة، دهشة في التاريخ، دهشة في الجغرافيا السياسية، دهشة في موقعها الحيوي في قلب المحيط الهندي، والتي تقع في موقع جغرافي حساس من الناحية البحرية ومن الناحية الجيوسياسية. هي أيضا موقع حساس كون سقطرى ضمن نطاق اليمن في قارة آسيا، لكنها على مقربة من أفريقيا، ويتعزز الجيوسياسية اليمنية كون اليمن تربط آسيا بأفريقيا. المظهر العام للجزيرة مذهل، تبدو وكأنها مصممة بشكل هندسي دقيق، علما بأنه لم يقم الإنسان اليمني فيها بالتدخل في تصميمها، لكنها اتخذت شكل جميل جدا، بالإضافة إلى وجود أشجار مهمة وصخور تقول المرويات التاريخية أن أعمارها يصل إلى آلاف الأعوام قبل الميلاد. ترجع شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى ازدهار نشاط الطريق التاريخي القديم الذي كان يعرف بطريق اللبان. كانت الجزيرة إحدى الأماكن الرئيسية لإنتاج السلع. توجد بالجزيرة أيضا العديد من الكهوف، العديد من المغارات، تمتاز أيضا بشواطئها الرملية الجميلة. أما بالنسبة للحشرات فقد ذكر أعضاء البعثة الفرنسية أن أرخبيل سقطرى يتميز بحشرات لا نظير لها، منها أنواع الفراشات مثل فراشات النهار والتي يوجد منها نحو 15 نوعا مستوطنا، إضافة إلى 60 نوعا من فراشات الليل. كما يوجد نوع حوالي 100 نوع من الحشرات الطائرة، 80 منها لا توجد إلا في سقطرى. الزواحف أيضا في سقطرى، سقطرى غنية فيها السحالي النادرة ذات الأحجام الصغيرة وذات الأحجام الكبيرة، وكذلك الثعابين والعقارب وأنواع سامة بعضها تشكل خطورة على الإنسان. كما يوجد في الجزيرة أنواع الدلافين التي تقوم باستعراضات بديعة على سواحل الأرخبيل، كما توجد أنواع متعددة من أسماك الزينة ومنها القشريات كالشروخ والجمبري، إضافة إلى الأحياء المائية البحرية الأخرى التي يوجد منها بحسب البحوث العلمية 60 نوعا من الإسفنجيات، إضافة إلى أنواع أخرى من الصدفيات والأحياء البحرية المائية والتي تلعب دورا مهما جدا في عملية التوازن البيئي. كما يوجد أنواع من الإسفنجيات المائية التي لها خصائص حيوية مهمة جدا تتسم بالتأثير القاتل أنواع من البكتيريا الضارة، وهذا يعني أن بالإمكان الاستفادة منها في الصناعة الدوائية. أما فيما يتعلق بالطحالب بالهوائم النباتية فبحسب البحوث العلمية يوجد 15 نوعا منها، 6 أنواع سامة. كما تعتبر أعمق البحر في أرخبيل سقطرى غنية بالشعاب المرجانية التي يقول الباحثون أنها لا تزال تلك الشعاب تحتفظ بخصائص الطبيعية حتى هذه اللحظة. عثرت بعثة أثرية روسية في أرخبيل سقطرى اليمني على بقايا أثرية هي الأولى من نوعها، تعود إلى إنسان العصر الحجري. وقد قال رئيس البعثة وكان اسمه فيتالي ناوميكن أن الآثار المكتشفة ترجع إلى ما يقارب المليون سنة، وأشار ناوميكن أن هذه الاكتشافات تدل على أن وجود الإنسان البدائي كان في سقطرى ويعود إلى نحو 600 ألف عام، وهذا يشكل لغزا جديدا في تاريخ الحضارات في العالم. كانت بعثة أيضا أثرية بلجيكية يمنية مشتركة قد أعلنت في وقت سابق على العثور على كهف جبلي يمتد بحوالي 3 كيلومترات ويضم مجموعة من المباني والمعابد القديمة إلى جانب أواني فخارية ومباخر وغير ذلك من الأدوات المرتبطة بأداء الطقوس والشعائر. ويعود تاريخ هذه المعابد حسب التحليلات الأولية إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وفي حين أعلنت أيضا الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية عن اكتشاف 5 مستوطنات بشرية و6 مقابر قديمة تعود إلى حقب تاريخية ضاربة في القدم، قامت دراسات قالت أنها تشير إلى أن اليمن هو موطن الإنسان الأول. وعرض نائب عميد كلية الطب بجامعة صنعاء الدكتور علي محمد الميري نتائج الدراسة التي قام بها بمشاركة علماء متخصصين من جامعتي فلوريدا الأمريكية وكامبريدج البريطانية في مضمار تتبع تاريخ البشرية من خلال الحمض النووي وشريط الجينات الوراثية. وأشار الميري إلى أن أهم نتائج الدراسة أن العلاقة بين التكوين الجيني للموروثات اليمنية والموروثات الأفريقية ضعيفة جدا، وأن الجينات الأفريقية ليست أساس في الجينات اليمنية،
وأن الجينات اليمنية يشكل مجملها بشكل علمي يتطابق كثيراً مع الجينات العربية، بل أنها أصلها، كما أن الجينات اليمنية بحسب خارطة الدي إن إيه تتشابه بشكل كبير مع الجينات الأوروبية والقوقازية، وبنسبة أقل مع الجينات الأسيوية والهندية وبقية العالم. وبالتالي في الجينات اليمنية هي الأقدم، وهي ما يجعلها أصلاً للبشرية. سقطرى والاحتلالات المتعاقبة عليها تشير إلى حساسية هذه الجغرافيا اليمنية المهمة. الأغريق، الفراعنة، الفرس، الروم توالوا وحاولوا السيطرة على هذه الجزيرة الهامة، كما أن البرتغاليون قد احتلوها لفترة من الزمن ثم رحلوا عنها سنة 1511، كما تعرضت أيضاً للغزو البريطاني، وكان سلاطينها يقاومون تلك الهجمات حتى عام 1876، حيث أبرمت بريطانيا اتفاق عرف باتفاق حماية واستشارة مع سلطان الجزيرة حتى موعد رحيلهم في 30 من نوفمبر من العام 1967 عند استقلال جنوب اليمن من الاستعمار. أقدم الآثار التي تم العثور عليها في جزيرة سقطرى تمثل نقطة مهمة جداً في تفسير تاريخ الحضارة اليمنية، فقد عثر على العديد منها في مواقع قديمة يقع بالقرب من قرية تعرف بقرية راكف شرق الجزيرة. يرجح أن يكون بقائها مشكل لمصنع الأدوات الحجرية من أحجار الصوان والعصر الحجري، وذلك حسب مصادر البعثة الروسية اليمنية التي عملت بالجزيرة. فأشارت الدراسة أن بعض اللقايا الأثرية كانت تقدر مساحتها ب 1600 متر مربع، كما عثر في القرية على مجموعة من المدافن بها هياكل، بها جماجم، بها عظام، وكذلك بقايا سكاكين حديد ودبوس برنزي وأناء كروي من الفخار الأحمر وبرج. يقول أن تاريخ تلك المدافن يعود للنصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد بحسب المرويات التاريخية. في منطقة اسمها منطقة أريوش عثر على مخربشات ورسوم صخرية لم يحدد تاريخها، لكنها تتطابق مع النقوش اليمنية القديمة، وكذلك النقوش والرسوم التي عثر عليها في الجزيرة العربية من صور سحرية، من مناظر الإنسان، من مناظر الحيوان. أما اللقايا الأثرية التي عثر عليها في وادي حجرة فتدل على أن قطع من أواني فخارية مستوردة يعود تاريخها إلى القرن الثاني حتى القرن السادس للميلاد، ومن المعروف أن ذكر الجزيرة قد ورد في المصادر الكلاسيكية عند بليني في كتاب التاريخ الطبيعي، وديوسكار يودور في كتاب الطواف حول البحر الأرتيري الذي ذكر أن سقطرى ديوسيكريدس تخضع الجزيرة لملك بلاد اللبان الذي تخضع له أزانيا وهو كرب آيل وعامله في المعافر، ويتاجر مع الجزيرة ملاحون من ميناء موزع، كما جاء ذكرها في كتاب صفة جزيرة العرب الهمداني في القرن العاشر الميلاد ضمن جزائر البحر اليمنية. قال: وإليها ينسب الصبر السقطري، وفيها من جميع قبائل المهرة، وبها نحو 10,000 مقاتل كما تقول المرويات. للتوسع في هذه الحلقة هناك العديد من المصادر، أبرزها موسوعة الإكليل لأبو الحسن الهمداني، كتاب الطواف للمؤرخ الكلاسيكي ثيوفرايتوش، كتاب أيضاً اليمن القديم لمحمد عبدالله بافقي، وأيضاً مدونة عالية كريم. نذهب إياكم لمشاهدة مناظر من جزيرة سقطرى مصحوبة بأغنية من التراث السقطري لفرقة قلنسية. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة: بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبأ.